تعددت القصص واختلفت حول هوية وحقيقة هذا الرجل الذي سيظهر الآن على الشاشة. مصادر كثيرة تقول أنه ياسين شيكو، خبير في الفنون القتالية وخاصة الملاكمة والتايكواندو، وهو الحارس الشخصي للأسطورة ليونيل ميسي. دائما ما يكون على أقرب مسافة من ميسي ويأخذ عمله على محمل الجد. كان تصرف هذا الرجل محيرة وأثارت استغراب الجميع. فبعد انتقال ميسي إلى أنتر ميامي تعاقد معه ليلازمه كظله في كل مكان، والسابقة التاريخية أنه كما نرى في الصورة يلازمه حتى في الملعب، فنراه على خط التماس عندما يكون اللعب حاصلا، وفور توقف اللعب نراه هكذا يلتصق بميسي فيبعد عنه المشجعين والتقنيين وحتى اللاعبين والحكام أيضا. فور ملامستك ميسي ستجد حارسه الشخصي هذا يبعد يدك عن الأسطورة. ميسي لا يدفع له أي أموال لقاء حراسته إياه، فلم يقم الأرجنتيني بتعيينه، بل إن ديفيد بيكام رئيس النادي واللاعب السابق لريال مدريد هو الذي أجر الحارس الشخصي لميسي. مصادر أخرى تقول أن ياسين هذا أمريكي الجنسية ومتقاعد من البحرية هناك، وأيضا يقال أنه خدم في العراق والأفغانستان حسب مصادر أخرى. إلى التعليقات، والبداية بحكيم الذي كتب: يمارس عمله على أتم وجه خشية قيام العصابات الأمريكية باختطافه، والهاء تعود على ميسي طبعا. محسن كتب: هذا هو أفضل تجسيد لتقنية الحراسة اللصيقة. وأيضا تعليق إياد الذي علق: إن أراد أن يتسوق دون حارس لازم عليه يعيش بالسعودية. وحسين كتب: خير دليل على أن أوروبا أكثر أمان من أمريكا. تعليق آخر لعدنان علق: مبين ميسي خايف من العيشة في أمريكا. ونشوان كتب: الحارس الشخصي أصله تونسي وعنده الجنسية الأمريكية.